بدا كيرمش. قلت ليت كنت سمعني بقى حال عينيك، عافاك مالك حبيبة أجي. مالك كتبكي؟ قلت ليها جلسي حدا عمو حتى نرجع واخا. قالت ما تخليناش هنا. قلت ليها غدا نقلب على اللي عاوننا ونجي، ما تحركيش من حدا. وهي تقول واخا. ومشيت مسافة طويلة وباقى ما لقيت والو. شداتني الدوخة ورجلي ما بقيتش حسيت بيها، ما بقيتش قادرة نمشي. تهديت وبديت كنسمع الكلاكسون. الحمد لله سيدي ربي. وقف كاميو هبطوا منو شي رجال. حدي قلت ليهم القدام كاينك سيدة، عتقو اختي وراجلي وصافي. وغيبت فقت مفزوعة وكنهج. معلقين لي السيروم ورجلي مغطية بالفاصمة ودايرة بها حديدة. وبديت كنسترجع شنو جرى ليا. وهي تقول الممرضة على سلامتك. قلت ليها فين اختي وليت فين هما؟ عافاكي قولي ليا راهم بخير. وبديت كنبكي. قالت تهدني اختي ما تخافيش راه لاباس عليهم. قلت ليها وفينا هما؟ وهي تقول الدرية الصغيرة يلا خرجناها من العملية. قلت ليها عملية؟ قالت ما تخافيش الوضع ديالها مستقر. وانا نقول وليت؟ قالت خرجناه من الإنعاش والوضع دياله حتى هو مستقر. قلت ليها بغيت نشوفهم. قالت ما يمكنش خاصك ترتاحي. حاولت نوقف وما قدرتش. وانا نقول عافاكي ضروري نشوفهم، عافاكي يا اختي عاونيني. وهي تقول سمحي لي راه ممنوع. خرجت وخلاتني. وقيلة غتكون باغاني ندور معاها، كون كانوا عندي شي فلوس نعطيهم لها. يا لطيف ما نقدرش نريح، خاصني نشوفهم بعيني عاد نرتاح. حيدت السيروم وهزيت رجلي بشوية حتى تحطات في الأرض وجرجرتها وخت وعد هانية أنا ملفة. خرجت كنقلب بيت ببيت، لقيت ليت هو الأول مدورين ليه الباندا على راسه وإيده ناعس بحال شي مالك. الدموع هبطوا ليا بلا ما نشعر. ما بغيتوش يتأدى، اللي كنقرب منه كنحرقو معايا. أنا هي النحس كون كان بنادم. دخلت وسديت الباب وجلست في الكرسي وشديت ليه في إيدي وزدت في البكا حتى وليت كنشهق. وهو يقول إيمان عنقتو كنشم في ريحته. وقلت الحمد لله الحمد لله من اللي انت بخير. وهو يقول حيدي عليا راكي وعدتيني. قلت له اسمح لي غير الخلعة وما تدير كيف بقيتي؟ وهو يقول صافا وانتي؟ قلت بخير. وسولني على مالك، قالوا لي داروا لها العملية ما فهمتش كيفاش. شوية كنسمع الدقان. قلت دخل. دخل عماد وقال خويا على سلامتك. قال له وليت الله يسلمك. وهو يقول أنا عماد صاحب ليت وبحال خوه. قلت له سلام وأنا إيمان. وهو يقول متشرفين الزوينة. ليت غوبش وهو يقول ها. بدا عماد كيضحك وهو يقول ليت عماد هو اللي تكلف بالعملية ديال اختك. قلت له وباش عرفتي نفس بيطار؟ قال ليت داير كاميرا في الطوموبيل وبالصدفة وقعت سرقة في المكتب ديالي. كنت كنقلب في الكاميرات وجاني الفضول نعرف ليت فين كاين، ولكن تصدمت ملي شفت روان حدا الطوموبيل. تحنات شي 6 ديال الدقائق ومن بعد عودات وقفات. قال له ليت إذن هي اللي قطعت الفران ياك؟ وانا نقول هاد المسطية كانت غدا تقتلنا. قال ليت انا اللي غنقتلها غير نخرج من هنا ونوريها. وهو يقول عماد ما كاين علاش راه شدوها البوليس. قلت تستاهل عماد واخا ديني عند اختي حيت ما خلاونيش نشوفها. قال مرحبا. قال له ليت بغيت نهضر معاك، عيط على شي ممرضة ديها. قلت له ما خلاونيش. وهو يقول عماد غنديها ونرجع عندك. قال له ليت واش ما كتفهمش؟ باغيك كتعني باغيك.
وشد فراسو وهو يغوت، بقى ليه غير نوض يضربنا. قلت له صافي غنمشي بوحدي، لا يصدق جايب علينا سبتو. بدا عماد كيضحك وعيط على فرملية وجات داتني، ما قدرتش نشوف فيها بنت صغيرة بحالها، منعسينها فوق البياض كلها سلوكة ومغمضة عويناتها بحال ليلة ميتة. بقيت معها شوية وهي تجي عندي الفرملية، قلت ليها انت غدا تفيق؟ قالت يمكن غدا. قلت ليها يمكن؟ وهي تقول خاصكي ترجعي لبلاصتك. وديتني للشومبر ديالي وانا نقول اختي رجلي كتعطيني الحريق. قالت هكا كيطرا اللي ما كيسمعوش الهضرة، ما كانش عليك تحركي بيها. قلت ليها اعطيني شي مهدي الله يحفظك. وهي تقول حتى يدوز الطبيب ويشوفك. دازو شي ايام وحنا في السبيطار، مرة كنمشي نطل على ليت ومرة كنمشي نشوف اختي. فقت الصباح شوية وهو يدخل عندي ليت كيشوف فيا شي شوفات ما عجبونيش. قلت له كتخلعني. مدواش وجا عندي هزني بين ايديه وتم غادي بيا وداني نيشان لاسونسور. قلت والبشر شفتك دختي في بلاصه ما تهبط طلعتي. وهو يقول غنطلعو. قلت له وعلاش؟ بلاتي حبس حبس، واش بغيتيني نخلي اختي هنا بوحدها؟ قال سكتي. قلت له حطني بغيت نهبط، غوت حتى قلبي كان غادي يوقف. وقال سكتي. صمكني، بغيت ليه الحلاقم، بغيت ليه الحكه وقلت الضفار. وصلنا للسطح ديال السبيطار، البرد كيطير، لا انا ولا هو لابسين مزيان. عييت ما نقفقف وما بغيتش نسولو علاش طلعنا لهنا، داكشي علاش عنقتو. ومعاه هزني جا فمي في عنقو، سمعتو كيتنهد وهو يقول تكايسي. قلت له كتعرفني؟ قال دايره فيها زعما مقلقه. قلت ليه ما تبقاش تغوت عليا. وهو يقول سمحي ليا راه ما كنتحكمش في راسي. قلت ماشي مشكل. وهو يقول فاش تبغي الهليكوبتر تهبط زيدي عنقيني. قلت ليه اشنو؟ وهو يقول صمكة ولا مالكي. قلت لك ما تبقاش تغوت عليا. وهو يقول واد صارتي بلاتي نحيدو من هنا وغنتفاهم معاك. وانا نقول ما تفكرنيش. قال فاش بعدا؟ قلت ليه المقابل ديال العملية. ابتسم ابتسامة شريرة وقال اه انتي اللي فكرتيني دابا. وسمعت الهليكوبتر وزدت خنششت فيه حتى هبطات وطلعنا فيها. بقينا واقفين شحال. قلت ما غنتحركوش. وهو يقول سناي بلاتي. طلعوا اختي وبانت لي فوق باياس، شفت في ليت بواحد الفرحة، حسيت به ملاكي الحارس. ملي ماتوا الوالدين ديالي ما حسيتش بالأمان والطمأنينة حتى لهاد النهار. قادوا البلاصة ليها ودرنا الحزام، والأول مرة غدا نحلق في السماء. واو على شعور كيبان كل شي مختلف من الفوق، البنايات والناس والضواو كل شي كيبان مختلف. ما سخيتش، ما كرهتش نبقى طايرة، ولكن للأسف الرحلة سالات كانت قصيرة. أهبطنا فوق واحد السطح وعاود هزني واختي هزوها شي وحده. هودنا وكان كيحساب لي سبيطار، ولكن كنت غالطة، هادي فيلا ماشي اللي مشيت ليها ديك المرة، هادي واحدة أخرى. قال عماد عصافير الحب على سلامتكم. وهو يقول له ليت وجدتي اللي قلت لك؟ قال له عماد آه أخويا. دخلني البيت كبير مجهز بأدوات طبية، فيه جوج ناموسيات، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، حطني فيها وجابوا اختي حدايا. شوية دخل فريق طبي، شي تكلف باختي وشي بيا أنا، وغير حطوا إيديهم على رجلي وزعزعت ليهم البيت بالغوات. قال ليت شوية عليها. وفحص لي الطبيب رجلي ودق لي جوج براوات الله ياخد فيهم الحق. صافي ونعست، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح ضربتني الفيقة ولكن ما بغيتش النور،
حيت كنت كنحلم براسي مع لايت، وقلت نكملها واخا غير من راسي. بقيت مغمضة عيني وكنحك في نيفي، شي حاجة كتهرني. كنحيد ايدي وكتجيني الحكة عاوتاني. تعصبت ودرت بالناقص من شي حلمة وانا نتقعد. صبحنا على الله، ناري على ضحك تفو، وهو يقول ليت عاودي دفلي. قلت لي لا ما دفلتش عليك، غير فيا قاعدة. قال المهم ها هو فطورك، انا غادي نمشي الخدمة، الا احتاجيتي شي حاجة بركي على هذيك اللعيبة وغايجيو عندك. قلت لي غتخليني بوحدي؟ قال كاينين الخدامة. قلت لي اش غندير بيهم، بغيتك انت. قرب لعند ودني وقال عندك تكوني. قلت شنو زعما، نكون كان بغيك مثلا؟ وهو يقول علاش لا. كان هضروا عيني في عيني. قلت له ولا قلت اشنو غادي يوقع؟ وهو يقول غنقى معك. قلت علاش قلبك قاصح هكا؟ قال بدلي الموضوع. قلت ليه كتجيني بحال ليلى مخبي موراك شي مصيبه. قال لي حاليا المصيبه الوحيده اللي عندي هي انت، وباغي غير انت نتفك منها. قلت ليه الا كنت متقلة عليك خذ مني اللي بغيتي وخليني نهز اختي ونمشي. وهو يقول ما بغيتش نكون ما مقدمش ونجرحك، ولكن انت كتخلي الواحد يخرج الهضره بزز منه. دابا انا اش غادي نقيس فيك وانت في هاد الحاله ما مهلياش حتى فراسك؟ ايديك حرج من ايدي، ورجليك كاع مزغبين، وشعرك ديما مخربق. حاولت ما نبينش ليه باللي راه بقى فيا الحال، واخا هو عطاني غير القرطاس بالسيف. حالتي رجعت كي عايشه قنديشه، من نهار عرفتو ما بقاش عندي الوقت حتى باش نغسل سناني، عاد نتهلى في راسي. الله يعطيه دقه تبوا. وانا نقول له ساليتي من المعيور ياك، ودابا ما تمشيش عافاك غنمل، وزيدون انت باقي مريض، علاش غادي لشي خدمه؟ قال ها انا برا، الا احتاجيتيني عيطي ليا. قلت له خرجني للشرطه. بغي يهزني ودفعته، وشاف فيا باستغراب. وانا نقول راه الكرسي اراه. قال دبري راسك، انا ماشي خدام عند باك. خرج وزدح الباب. تفو على بنادم ما مربيش، واش عباد الله كاين شي واحد كيتعامل هكا مع الجنس اللطيف بحالي؟ تقاتلت باش نط. جلست في الكرسي وخرجت. ايش هاد الزهر، حاطني ولد الهم في الطبق الثاني. وصلت للدروج وجلست فيهم، وبديت هابطه درجه درجه حتى كنسمع شي خطوات مورايا. حبست في الاول، قلت مع راسي هذا ليت باغي يخلعني. ساعه تحط لي موس على العنق، وشي وحده همسات لي في ودني قالت الا ما خرجتيش اليوم من هنا غدا تلقاي اختك مجيفه. باقا كنحاول نستوعب هاد الموقف، والسيده غبرات تبخرات، درت بالزربه ما لقيتهاش. ايش هادشي يا ربي، الرعده شداتني. نكون كانت خايل زعما بسبب الدواء اللي خديت، ولكن الصوت كان واضح والموت حتى هو. بقيت في بلاصتي ما تململتش منها. شي ساعه ونص جا عماد وقال ايمان مالك يا اختي جالسه في البروده؟ قلت له انا. قال واش انتي بخير؟ نجي نعاونك، فين بغا تمشي؟ بديت كنبكي وقلت لي بغيت نمشي في حالاتي. وهو يقول ما تبكيش، غير شرحي لي شنو عندك، ياك ما قلقك شي واحد. بقيت غير كنبكي ما عرف ما يدير. مشى كيجري وعيط لليت، وجا ولقاني كنتنخصص كيف ما العاده. وهو يقول وراه عادي عندها هي هادشي، راه عندها بحرف هادوك العينين. قال له عماد يهديك الله، شوف البنت كيفاش كتقفقف. هزني وخرجني للشرطه، جلسني في الزعه الاولى، وجلس حدايا مقابلين مع الورد. وهو يقول كنسمعك. قلت شكون ساكن هنا؟ قال لي علاش كتسولي؟ تعصبت وقلت له ليت جاوبني. وهو يقول الخدامه. قلت له وشكون اخر؟ قال لي حتى شي واحد. قلت له الكذاب الاخر. ناض من حدايا وعيني حمرين. وهو يقول
راه غادي نفوت فيك شي دقه، واصلا ماشي سوقك لاله في هذا الشيء. مراتي ولا شكون تكوني كاع اللي كتسولي على اللي ساكن؟ قلت ليه مالك كتغوت ياك، ما حساب ليك طامعه فيك، انا ما كنحملكش، خرجني من هنا، بغيت نمشي في حالي. هز ايدو حتى للسما وعطاني الحين، شديت في وجهي والعافيه خارجه من عينيا. اشنو يحساب ليه راسو؟ يدور يدور ويصليها معايا. كرهت هاد الويل بهاد الفعاين، بغيت نوض وصدق طايحه. وهو يقول، قلت والله ما اديني لداري، احسن قتلك ونقتل راسي. قال ما غتمشي فين؟ قلت له الله يرحم باك علي، ما تبقاش شاد معايا الضد وخليني نمشي. قال صافي يا المرض، راه غير قبيله كنتي بعقلك. بديت كنبكي وتحضر لعندي وقال ايمان مالكي؟ الا كان غير على هذيك الهضره قبيله انا كنطلب منك السماحه، من الاول قلت لك راه كنتعصب وما كنتحكمش في راسي. قلت لي لا ماشي على هذاك الكلام. قال وشنو؟ عنقتو وخشيت تضفاري في ظهره، هو ما دار حتى شي رده فعل. بكيت عليه مزيان ومسحت خنونتي في تريكوه، عاد بعدت عليه وهو يقول ساليتي؟ قلت لي وديني في حالي. قال اعطيني شي سبب. وعاودت ليه البلان ديال ديك خيتي، وهو يقول كتفرجي في الافلام بزاف. قلت له راه كندوي معاك. قال لي غتكوني غير كتخايل. وانا نقول ويلا بصح دارتها وقتلت لي اختي، اش غندير انا هذيك الساعه؟ قال ما كاين علاش تخافي، اختك ما عندها ما غيوقع ليها هنا، الله يهديك ايمان. وانا نقول واخا هكاك باقا خايفه. قال انا غادي نحط رجال قدام بيتكم مزيان دابا. قلت ليه وعلاش ما تدينيش لداري وتهنينا السيليت؟ قال لي الكسيده وقعت بسبابي، اعتبري العنايه اللي غتاخدي انتي واختك هنا تعويض ليكم. قلت ليه احتى حاجه ما بسببك عليت، هذيك المسطيه هي السبب. ما فهمتش كيفاش كنتي مصاحب مع وحده بحالها. اجي عندك تكون سحرات ليك. شقلب عينيه وبقى كيشوف فيا. قلت له او لا انت عوار. وهو يقول كنت كناخد غير حاجتي، بيناتنا الفور ما عندها واعره. قلت ما عرفت منين جاتها. وهو يقول يمكن انت اللي عوره. قلت له عمرك بغيتي شي وحده زعما؟ وهو يقول كاين البرد ندخله. قلت تحت سناني يدخل فيك كاميو ان شاء الله. قال شنو؟ وانا نقول يلا ندخله. دخلنا وداز النهار بالزربه. من بعد ما هدرت مع ليت ارتاحيت شويه، وصل الليل وجليت لعندي وهبطني لصاله مونجي باش نتعشى. وحتى مراد كان. قال مراد الاميره ديالنا كيف بقيتي؟ قلت له الحمد لله. وانت؟ قال صابا مزيان. قال ليت غدا في الليل غادي نسافر، رد ليهم البال. وهو يقول مراد كون غير اجلتي هاد المشروع ماشي وقته. قال له ليت تهاونت بزاف وخاصني نديها شويه في خدمتي. وانا نقول امتى غترجع؟ قال من هنا لشهر. قلت ليه بزاف. وهو يقول مراد غدا توحشيه. خنزر فيه ليت وقال مراد. قلت لا ماشي هكاك، غير قاطعني مراد وقال غير شنو؟ وبدا كيضحك. قلت ليه غير الفرحه حيت غدا نتهنى منه، وديك بزاف قصدت بها الزهر عندي كيهرس الحجر بزاف. قال مراد كل شي باين، الفرحه خارجه ليك من عينيك اختي. وبقى كيضحك. هو يقول لي يا ليت كملتي عشاك؟ قلت اه الحمد لله. هزني بين ايديه وطلعني البيت وعطاني دوايا وخرج. جلست حدا ملاكي توحشتها بزاف، كانت معمرة عليا، توحشت هدرتها وتوحشت نقازها وتوحشت زبايلها. قلت صافي يا حبيبتي ما بقيتيش مريضة، غدا تفيقي وغدا تقدري تخرجي وتلعبي كيف ما بغيتي. بقيت كنهدر معها
ونعاود ليها وخا ما كتسمعنيش. حتى عييت ومشيت لحيت في بلاصتي. تفكرت ليت بقى بالي معاه، كنفكر في التعامل ديالو. الا ما كانش كيبغيني علاش كيتصرف معايا هكا؟ هادي كاع طيبوبه فيه، ولا حيت باغي ياخد غرضه مني؟ بقيت هكاك فكره تديني وفكره تجيبني حتى داني النعاس. الصباح ضربتني الفيقه مع الستة، احلمت حلمه خايبه وهزيت كاس الماء باش نشرب وطاح ليا من ايدي. قلت استغفر الله العظيم، خير ان شاء الله. حتى بغيت نرجع نعس وشفت جهة ملاك، بانوا لي الاجهزة الطبية طافين. وقفت بالزربة وقلبي كيضرب بالجهد، قربت ليها وكنطلب الله داكشي اللي في بالي ما يوقعش. قصتها الدرية باردة كيف الثلج. قلت مالك مالك، اش هاد الشي؟ واش بالصحة متي مالك؟ زعزعتها مزيان، ما بغاتش تحرك وما كتنفش. في هاد اللحظة الإحساس مشى ليا، كيفاش ماتت؟ كيفاش وصلت لهاد المرحلة؟ واش أنا بنت الحرام اللي وقع ليا هكا؟ يا ربي علاش؟ علاش أنا علاش؟ عييت من كل شي، كرهت راسي وكرهت الناس، سمحت في كل شي باش نقدر نعالجها. حتى شرفي كنت غادي نفرط فيه، على قبل شنو؟ باش نتجازى بهاد الطريقة؟ كنغوت مالك اختي، الله يرحم ليك الوالدين، فيقي فيقي، فين غدا تمشي وتخليني؟ واش ما نبقاش فيك؟ فيقي يا الكبيدة، فيقي يا ملاك، فيقي. ولا غنضربك، راه ما كنضحكش. دخلوا دوك الرجال اللي في الباب، وهزيت الحديدة ديال السيروم وعطيت بها الواحد فيهم، قسمت ليه راسه ولاخر شدني وانا كنقز فوق منه. قلت له فين كنت واش مايت؟ خليتوهم يقتلوها، والله يمكم حتى نحرقكم، طلقني يا القتال. قال وغير تكلمي يا اختي. قلت له وبعد مني الكلب، عتقوني يا عباد الله. جا ليت ومراد، ليت حيد هذاك عليا وانا هزيت ايدي وصليته. وقال مراد ايمان. قال له ليت ما تدخلش مراد، وشدني من ايدي وعروقه خارجي. قلت له حيد ايدك عليا القتال، حيد. الله ياخد فيك الحق منك، الله ابغيتك تشوى كيف ما شويتي لي قلبي. قال مراد تسنى صاحبي نفهمه كيفاش قتال. شفت في ملاك بحسره، ليت غير شاف فيها وشاف فيا وطلق مني بالزربه وقال خليتهم ومشيت كنجري. رجلي ما بقيتش حسيت بالالم اللي فيها، وطلعت للسطح وقفت في الحاشيه كنرجع الكاسيطه ديال حياتي. من نهار مشاو الوالدين وانا في العذاب، صبرت وقاسيت كل شي هون. قلت على وجه اختي كل شي هون، ولكن باش تمشي ظلم ما تقبلتهاش. انا صبر، كان عليا ما نبقاش هنا. لحت اختي العافية بايدي وقلت انا جاية عندكم، توحشتكم، ابغيت نشوفكم. تبعني ليت وقال ايمان ما تهوريش، حيدي من تما. قلت له انا كنبكي احشو ما عليك. قرب الحدايا وقلت بعد ولا غلوح راسي. قال لي تيقيني انا بحالك مصدوم. قلت له مصدوم؟ ها واش عارف شنو وقع دابا؟ اختي يا ليت اختي، الكبده ديالي، حياتي هاديك مشات عند الله. شرح لي كيفاش غدا نقدر نعيش، كيفاش؟ جرني ودورني وجا هو في الحاشية وأنا قدامه وبقى شاد لي في دراعي. قلت له طلق مني، عفتك وحقدت عليك بزاف. قال ما نقدرش نخليك تديري شي حاجة في راسك، بغيتي تعصاي الله واش بعقلك؟ قلت أمصط يا سيدي، ما عندي عقل، بعد مني وديها في راسك. بقيت مضاربة معاه باش يطلقني، ما بغاش. وفي لحظة حطيت ايدي على صدره وخدمت جهدي كامل ودفعته حتى تلاح من الفوق. وفي هاد اللحظة طلع مراد، جا كيجري وشدني لنتلاح حتى انا. شفنا لتحت كيبان لينا طاح في لابيسين، وداك الماء ولا بحال شي بحر ديال الدم. هودنا كنجريو ومراد تلاح جبدو. قلت له مات؟
وهو يقول إلا وقعت ليه شي حاجة والله حتى نتبعك ليه، ما كنتش باغا نقتلو، أنا ماشي طبيعية معصبة وميتة من الداخل، الحاجة الوحيدة اللي فكرت فيها هي ندير حد لحياتي، وللأسف القدر لعم معايا لعبة خيم من داكشي اللي داز. يا ربي يعيش، يمكن الله كيعاقبني بليت حيت كنت غنعصيه وانتحر. عيط مراد على الأطباء اللي كان جاب لي ليت للدار، داروا ليه الإسعافات على ما جات لامبيلونس، وقال قول لي واش غادي يعيش. قال له الطبيب حالته خطيرة، ما عرفتش واش غيستحمل حتى نوصلوه لوبيتال. وهو يقول مراد فين هي الإسعاف؟ ليت خويا صبر عافاك غادي نعتقوك. جات لامبيلونس وهزوه ومشى معاه مراد، وبقيت انا حتى جات السياره ديال الموتى. ما عمري بغيت حياتي تكون مسرحيه، ولا بغيت انا نكون ضحيه، حتى انا بحال كلشي كنت كنحلم بالبطوله، ولكن الحياه ديما كتعطينا ادوار مهمشه، وحنا كنتقاتلوا وكنقولوا غنكونوا عصاميين، وفي كل مره كنفشلوا كنبقاو نسمعوا لداكشي ديال التنميه البشريه، دافع وما تستسلمش، وكنبقاو حتى لاخر لحظه، ولكن الدور كاع ما كيتبدل. هزو اختي قدامي وداوها وخلاوني في دوامه، كل شيء مشى ليا، ومن الفوق وليت قتاله، هاد الشيء بزاف عليا. مشيت وشديت تاكسي للكلينيك، دخلت ولقيت مراد جالس في الارض كيبكي وشاد فراسه. قلت له كيف بقى؟ قال مدخلينه للعمليات، وليت قتاله بزاف عليا هاد الشيء. تبعت اختي للسبيطار وقالوا باللي غادي يديروا لي هاد التشريح، خاصني نتسنى شي ايامات. ومشيت شديت تاكسي للكلينيك ودخلت ولقيت مراد جالس في الارض كيبكي وشاد فراسه. قلت له كيف بقى؟ قال مدخلينه للعمليات. قلت لي هذاك عنده سبع رواح ما تخافش عليه. وهو يقول مراد كان كيحساب ليا انتي بنت الناس وضريفه، وانا نقول هذاك اللي كتبكي عليه هو اللي كان سبب حتى ماتت لي اختي، وما تنساش وما تسناش مني نحن فيه ولا يبقى فيا، ولا كنت هنا غير حيت ما بغيتش نتسمى قتاله. قال من بعد غدت ندمي. قلت له ديجا ندمت حيت عرفت بشر بحالكم، الرحمه ما كايناش في قلوبهم. جا الطبيب وقال سي مراد محتاجين الدم. قال مراد انا نتبرع لي. قال له الطبيب عندنا الدم، المشكل هو زمره الدم ديالو نادره. قال له مراد وشنا هي زمره الدم ديالو؟ قال الطبيب اوموا، وكتعتبر فصيله اوموا من اكثر فصائل الدم ندره. قال له مراد وإلا ما لقيناهاش؟ طبيب حضر راسه بمعنى غير تسناو خباره. قلت انا عندي اوموا. وهو يقول الطبيب سبحان الله معجزه، في هاد الحالات كنتعذبوا بزاف باش نلقاو الدم، وبعض المرات كنفقدوا المريض. وهو يقول مراد شكرا. قلت له ماشي على قبله، انا ما كرهتوش يموت غير ما نكونش انا السبب. دخلت وتبرعت ليه وما عرفتش علاش درت هكا، انا كنكرهه وحاقد عليه، يمكن الانسانيه اللي فيا والله اعلم. اتخربقت ما بقيت فهمت والو، الاحساس ما بقاش عندي. ومن بعد 5 سوايع ديال الانتظار جا عندنا الطبيب وقال له مراد عندرا. قال الطبيب الحمد لله العمليه كانت ناجحه، وانا نقول الحمد لله. شاف فيا مراد متعجب وحتى انا تعجبت كيفاش خرجت لي ديك الحمد لله. قال مراد نقدر نشوفه؟ وهو يقول الطبيب كاين واحد المشكل. قال مراد وشنا هو؟ قال له الطبيب سيليت عنده فقدان ذاكره جزئي. قال له مراد وكيفاش وقع هذا الخطا؟ قال له الطبيب ما كاين حتى غلط، اللي سبب هذا المشكل الضربه اللي كانت عنده قبل، من بعد ما طاح على رسول مرة تانية وقع عليه ارتجاج في المخ، والحمد لله من اللي ما جاهش فقدان ذاكرة كامل.
قال مراد، دابا هو عارف شكون هو. قال الطبيب، اه هو نسى غير الأشهر الأخيرة في حياته. قال مراد، شكرا يا دكتور، نقدر نشوفه. جاوبه الطبيب، اه غير ما تطولش عنده باش تخليه يرتاح. مشى الطبيب ومراد دار عندي وقال، ما غيكونش عاقل عليك. قلت، أحسن حاجة. وهو يقول لي، أعطيتيه دمك، كملي خيرك وعاونيه باش يرجع ذاكرته. قلت له، ما عندي فاش نعاونه، أعطيني شبر ديال اتساع يرحم ليك الوالدين. وهو يقول مراد، غير يولي بخير وسيري، وما تنسايش راه هو كان باغي يديرك انتي واختك في عيني. قلت، وها هي عينيه طلعت متقوبة وصدقنا طايحين منها. قلت ليه راه شي وحده هداتني، ولكن السيد مسمر ودنيه كيدير غير اللي قالها ليه مخه. قال مراد، هادشي مكتاب. وانا نقول، سخونيه الراس كترجع بالبروده مراد. هو يقول، ما تسمحيش فيه، راه هو اللي بقى لي، كنطلبك ايمان وقفي معاه في هاد المحنه. تعصبت وقلت، مراد بعد مني. وهو يقول، ديري هادشي غير على وجهي. وانا نقول، غيري صح غنغبر كمارتي. قال العز، يلا اجي معايا. تبعته ودخلنا عند ليت، شفته مجبد في الناموسيه ودايرين فاصمه في راسي، حال عينيه ولكن العيا غالب عليه، حال ليله فيه الدوخه. قال له مراد، خويا على سلامتك خلعتينا عليه. قال ليت، الدار ما في خبارهمش ياك؟ جاوبه مراد، لا ما علمت حتى شي واحد. قال له، مزيان كيهضر بحال مقرقب، هضرته ثقيله. سولو مراد كيفاش كيحس، وقال ليه، الدوخه وراسي كيزنزن، كيفاش وقع ليا هادشي، اخر حاجه عقل عليها كنت في المكتب. قلت، ما تبقاش تهضر بزاف باش ما يضركش راسك، واصلا راك يلا خارج من العمليه. شاف فيا عاقد غباشته، فكرني في الاول فاش يلا تلاقينا، نظره بارده وخاليه من اي مشاعر او احاسيس. وعاود شاف مراد كيسولو بعينيه. قال له مراد، هادي ايمان السكرتيره ديالك. ليه تتفاجئ وقال، ديالي؟ قال مراد، انت فقدتي الذاكره وفقدان ذاكره جزئي، يعني ما عقلتيش على الاشهر الاخيره من حياتك. كيف ما شرح لك الطبيب، كنتي شريتي الشركه وهاد البنت كانت خدامه فيها، وفاش وقعت لك هاد الاكسيدون هي كانت معاك. قال ليت، من بعد نهضروا، بغيت نعس، خرجوا. جاوب مراد، واخا خويا غير ارتاح. خرجنا من عنده ومشيت بالزربه عند الطبيب وقلت، عافاك واخا تشوف ليت، راه ما عرفتش ماله، راسو ضارو بزاف. قال لي الطبيب بلي راه هادشي عادي. دار عندي مراد وقال، الا بغيتي نقدر نوصلك للدار ترتاحي. قلت، اللي بغيت منك هو تعاوني في الاجراءات ديال الدفن ديال اختي. وهو يقول، كنظن غيتعطل الدفين ديالها حيت شاكين بلي مقتوله وماشي موتة عاديه. وهو يجي عندنا واحد البوليس. قال، السلام عليكم. قلنا انا ومراد، وعليكم السلام. قال البوليسي، جينا على قبل محاوله قتل ليت العمراني، وعلى قبل البنت اللي سميتها ملاك. قال مراد، البنت باقي ما عرفنا شنو اللي جرى، وليت ما تعرض لحتى محاوله ديال القتل. قال له البوليسي، هاد الشيء سي غادي تقولوا في الكوميساريه، تفضلوا معايا الا كان ممكن. قلت، وهذاك اللي مرمي لداخل نخليوه بوحده؟ حتى نطمئنوا عليه ونتبعوكم. قال البوليسي، ما تخليونيش نتعامل معكم بالقوة، بلا مقاومة، تحركوا معايا. قلت، هذا مين ومراد؟ واش جاي باش يسولنا ولا يشدنا؟ ولا ياك ما احنا مشتبه فيهم؟ قال مراد، بردي الوقت وسيدي. جرجرونا للكوميسارية وبقينا تما شي 4 سوايع كيسولوا ويعاودوا. عاودنا ليهم انا ومراد كلشي، من غير بلي انا اللي دفعت ليت. قلنا ليهم غير زلق وطاح. فكينا داكشي معاهم ووصلني مراد عند ليت، ومشى يقضي شي غرض.
دخلت عندو الكيتوناعس، جلست في الكرسي، بقيت كنبكي، وسرحت في الأيام اللي كانوا فيها والديا. احتاجتني واحد المعلقة القلقلت، قلت والوين لك حل ياك ما بغيتي تعميني. وهو يقول لي ما كتسمعيش، إلا كنتي مستوها غير سري في حالك، ما عندي ما ندير بخدامة بحالك. قلت ماشي على قانتك السيليت، أراك مسيني معايا كونترا، وأنا ماشي خدامة عندك، كيف ما كيحساب ليك أنا خدامة معاك. قال ما تعصبينيش، ما على بالي لا كونترا ولا غيرها، خدمي خدمتك ولا غبري عليا كمارتك، واش فهمتي؟ غوبش تبقي ساكتة. وهو يقول سولتك واش فهمتي؟ قلت له اه فهمت. مشكلة كيفاش غنتعامل مع هاد الغول؟ ما كانش هكا حتى فاش كان عاقل. وهو يقول غدايا فينا هو؟ قلت له باقي 5 دقائق وغادي يفرقوا الغدا. قال واش كتضحكي عليا، باغاني ناكل ماكلتهم. قلت له ومالها، صحية احسن ليك من ديك السقافة. وهو يجري عليا وقال برا. قلت له علاش؟ قال واخرج يا بنادم. قلت واخا واخا بلا ما تعصب. خرجت وطاحت عليا واحد الفكرة زوينة، غنبدا نعصبه واخا غير باش ننتقم منه. شوية مشيت وخديت ليه بيتزا وكوكا ورجعت عندو، لقيتو مزير على ايديه. قلت له مالك كتضرك ياك؟ قال لي اه شوية. وانا نقول جبت ليك الغدا، طلعت ليه الناموسية وحطيت ليه داكشي قدامه. قال هو مخنزر بيتزا؟ قلت وصافي بغيتي نجيب ليك الشوا مثلا؟ قولوا سكتنا. شد داكشي كامل ولاحو في الارض. وانا نقول مالك على هاد الفعايل؟ قال احترميني ولا غادي نوض لصق امك مع الخيط، عرفتي شنو؟ خرجي من هنا يا كنتي سكرتيره وسيري للشركه وبعدي مني حيت ما حاملكش. ما حاملنيش ياك؟ وانا اللي صرت القضيه ديال اختي وبقيت حداك غير باش تبرى، نستاهل المسخ. الله عطيك واحد الزين كاع ما تستاهله. سمعنا الدقان وقلت ادخل. دخلت روان وهي تقول حبيبي على سلامتك، علاش انا اخر وحده نعرف هاد الشي اللي وقع ليك؟ ومشات تلاحت عليه وعنقاته. قالت له كيف بقيتي؟ قال لي ها مزيان، بيستو من فمه وحتى هو تجاوب معاها. ما حملتش راسي في هاد اللحظه، ومن فوق ما نقدرش نخرج ونخليها معاه، ما فيها ثقه، تقدر دير ليه شي حاجه. كيف ما بغات تقتلو المره الاولى راه ماشي بعيد عليها دير هاد المره تاني شي حاجه. وانا نقول والبشر شويه الاحترام. قالت احبيبي شكون هادي؟ قال لي هاد السكرتيره. وهي تقول اه ومالها واقفه علينا هكا؟ وهو يقول لي ايمان خلينا بوحدنا. قلت له ما نقدرش. وهي تقول وعلاش؟ قلت ما نقدرش هي ما نقدرش. وهو يقول صافي خليها وعيطي على السكرتير هما يتكلفوا. بنت الحرام دغيا طارت باش تجيبهم ليا. وانا نقول ما حشمتيش، انا نضل نفكر في راحتك وانت باغيهم يجردلوني. وهو يقول وراكي مجردله من عند الله اختي. قلت له اختك؟ لا واه جداك، والله احتزتي فيه. وهو يقول ومالكي بغيتي نقول لك حبيبه؟ قلت له ما نديش عليك، راك طايح على راسك وطاير لك الفريخ، ما عرفتو كي دار وقف ولصق حدايا. وهو يقول شفتك كتعايريني بمرضي. قلت له انا؟ لا. وهو يقول شي حاجه فيك فشكل. قلت له بحال هاش؟ قال لي ما عرفتش، انتي بحالك نعرفك مزيان. قلت له انا شنو؟ شد فراسو يمكن بغى يتفكر ولا ما عرفت. حطيت ايدي على ايدي وقلت له ليت واش صافا؟ وهو يقول صافا. ما حسيتش براسي حتى تلاحيت على فمو بستو، ادفعني حتى طحت. وهو يقول اش هاد قلة الحياة؟
ما زدتش معاه الكلمة. أوقفت وخرجت وزدحت عليه الباب حتى كان غيطير من بلاصتو، ولقيت ديك العوجة جايبة سيكيريتي. دزت فيهم ومشيت للتواليت. جلست كنبكي ونتنخسس، حسيت بالخنقة، ما بقيتش قادرة نهز شي هم ولا شي حمل. ماذا؟ علاش بستو؟ علاش مالي وليت هكا؟ وشديت دك ديال الصابون وضربتها مع الجاجة ديال المرايا حتى تهرسات. غمضت عيني وضربت ايدي، بدا الدم كيهبط وانا كنضحك ونبكي. شديتني ديك الغصة في قلبي، نزفت بزاف حتى بغيت نغيب. عاد ندمت، ما كانش عليا نتصرع. بقيت مليوحة تما ومع سادة عليا من الداخل، ما كاين اللي يجيب لي الخبر. صافي، ووليت كنشوف غير الدبابة، وما قدرتش نمشي عند الله كافر. تعلقت في الباب وغير حليته وطحت، ما بقيت عقلت على والو. حتى كنفيق في واحد الشومبر ومعلقين لي السيروم ولاوين لي فاصمة على ايدي. دق ليت في الباب وهو يدخل وقال كيف بقيتي؟ قلت له بخير. قال الحمد لله. دخلت واحد السيدة دافعة واحد الكروسة غير الماكلة الواعرة، ريحتها كتشهي، وتبعوها جوج دراري دخلوا لينا طبلة صغيرة بكراساها، قيدوا كل شي في الطبلة ومشاو. وهو يقول ليت خليتيني بلا غدا وحتى انتي ماكليتي والو. قلت له غاب الصحة، كون محشمت كون شقلبت عليك داك الشي كيف ما درتي معايا. قال جربي وشوفي لما نكمل عليه. قلت له وراني عارفك سابقينك ديما مكافشك، كنت باغي ندفع كبير ولكن كرشي كتصفر وهذا الشي اللي جاب كي يشهي، ما قدرتش نزيد نصبر. تحنيت على داك الشي وما بقيتش هزيت راسي حتى قال الحمد لله. شفت فيه وعاود تحنيت على داك الخير وهو يقول ما كتشبعيش. قلت اسمع السي، انت مولف بصحاب البروتوكول، انا ماشي من هادوك اللي كيخليو في التبصيل باش يبينو باللي راهم شبعانين، بالعكس انا كنبقى ناكل ويلا ما شبعتش كنحس بالتبصيل وما عندي سوق في البشر. قال هايشه وقالوا عايشه. قلت له بلا دقان علاش عارض عليا مني ما باغينيش نعرقها؟ وهو يقول يلا كولي كولي. وهو يدخل مراد قال السلام عليكم المسخوطة، ايش درتي في راسك؟ عيطولي يا وجيت بلا عقل. قلت له رت عصبت. وهو يقول وزوينة هادي، غير اللي تعصب ينوض يقطع العروق ديال ايدو. حشمت وحدت راسي. وقال مراد ليت ياك ما خويا درتي ليها شي حاجة ران خسر معاك. خنزر فيه ليت وقال واخسر من دابا. وناض خرج وخلانا. قلت له جلس وخليه، هو راه غير موقف شوكته. وهو يقول لي يا مراد مالك اشنو واقع؟ قلت له انت بحال خويا غنعاود ليك ولكن بلا ما تضحك عليا. كنا كنهضروا وبلا ما نحس لقيت راسي كنبوس فيه. قال حلفي. قلت له وها اللي قلنا؟ راه ما قصدتش، داكشي جا غير بوحده. قال لي يا مراد اشنو اللي جا بوحده؟ قلت له وصافي رجتني على غفلة ناري اسمح لي. قلت له ما تقبلنيش ادفعني حتى طحت وانا ما رضيتش. قال لي يحسن عوانك وبغيت نوازيك ولكن راه بزاف هادشي قمعة كبيرة اختي هادي. قلت لي وشفتي دابا؟ وانا نسول روان كيفاش حتى خرجوها من الحبس؟ قال ما عرفتش كيفاش خرجات، تقدر تكون هربات. قلت له اويلي راه كانت قبيله عند ليت، وشنو زعما غادي نخليوها تضحك عليه ولا دارت ليه شي مصيبه؟ لا خويا شفتي شنو وقع المال، بغيتي يجرى ليت بحالها. قال مراد ابقاي معاه ما تخليش ليها فين تعزل هي وياه، راه دويت مع الطبيب وقال هاد الحالات ديال فقدان الذاكره راه ما كيطولوش. قلت له انا اللي فيا مكفيني، راه موت اختي قاهرني، راه ما قادراش نكون حتى مع راسي.
قال أنا عارف، ولكن صبر وجدي راسك باش نمشيو للدار. أما بالنسبة لأختك راه مازال ما خرج تقرير الطب الشرعي، داكشي باش غادي يتعطلوا ما يعطيوهاش لينا. قلت له اين دار؟ قال دارك ليت غادي يخرج دابا، سيري ارتاحي ليك مع راسك، غدا وندوز نديك عنده. قلت له وصلني لشي اوتيل هو يكون، ولكن قاطعته وقلت ما كاين ما ولكن، ما نقدرش نمشي للدار اللي كلها كتفكرني باختي. قال ما تبكيش يا ايمان، بغيت نعاونك وما عرفت كيفاش ندير، عارف هذا الشيء اللي داز عليك صعيب. جليت وقال ساليتو جماعتكم يلا تحركوا. خرجنا وركب ليت القدام حدا مراد وانا اللور، وهو يقول مراد نوصلوا ايمان هي الاولى ومن بعد نمشي. قال له ليت اوكي. وقف مراد قدام واحد لوطيل واعر وقلت له ايه انت باغي تغرقني؟ جاوبني هو غير نزلي انا غنخلص. قلت له لا اديني لشي واحد عادي. قال لي علاش غتهبطي في الوطيل؟ ما عندكش فين تسكني؟ قلت له عندي الله. وهو يقول كلنا عندنا الله. مراد مالها باغا تجلس في وطيل ولا؟ وغمزه قاطعه مراد وهو يقول لا لا ما يمشيش بالك بعيد، ايمان بحالت. هبط وهو يقول لي يا ليت وانتي وقفي راه ما قادرش نتبعك. قلت له اش بغيتي؟ قال يلا هي معايا. قلت له فين؟ قال لداري، جلسي فيها على ما تلقاي فين تسكني. قلت له بشرط. قال بقاي هنا بغينا نديرو فيك خير، بديتي تشرطي. عقد غوباشتو ودار بدا غادي، تبعتو بالزربه وقلت له ما بغيتش ديك الويله تجي عندك وانا كاينه. وهو يقول شكون؟ قلت له روان. وهو يقول واخا. دانا مراد البارتما ديال ليت ومشى، وكل واحد فينا دخل بيته وجبد عليها. ما فقنا حتى الليل، خرجنا بجوج للصالون حتى كنسمعو في الصونات في الباب. قلت له كتسنى شي حد؟ قال لي لا. حل ولقى روان، قالت له حياتي. قال ليها اش كديري هنا؟ قالت جيت نشوفك حبي، بقيت مشطونه عليه. وانا نقول لها وهانتي شفتي يلا سلامه. قالت لي انت هنا ليت ادوي عافاك. قال ليها دخلي. قول ابني ولد الهم، ومشيت دخلت البيت كنبرد في راسي. حتى وصلني فيديو في الواتساب وبديت كنبكي من اللي شفت فيه ملعب ما قادراش نطيب. شويه وصلني ميساج فيه الا بغيتي اختك فرجي صايبي ليا قهوه مع شي كيك وطلبي مني السماحه قدام ليت. كيف الزعمة هادشي كله من فعل روان؟ ما متيقاش راسي، كيفاش بنادم يعطيه خاطره يدير بحال هاد الفعايل؟ ماشي مهم دابا، الحمد لله ملي ملاك عايشه. روحي رجعت ليا ونط، غسلت وجهي ومشيت للكوزينه صايبت لي هذاك الشيء اللي بغات وديتو ليهم للصالون، حطيته قدامها وقلت سمحي لي على قبيله ما كانش خاصني ندوي معاك بهذيك الطريقه. وهي تقول ماشي مشكل. ايوا سيري. قال ليها ليت فين تمشي؟ قالت له لبيتها ولا الكوزينه باش نبقاو على راحتنا. قال ليها فيا النعاس انتي اللي سيري. قالت له ياك. وقف ومشى لبيتو خلاها بلاكه ابغات تمشي وشنقت عليها. قلت ليها فين اختي؟ قالت بعدي مني هاد الهيشه، اختك غدا تاخديها بشرط صفيها لها دخينه. قلت ليها شكون هذا؟ قالت حبيب القلب. قلت واش كتضحكي عليا؟ وهي تقول غدا نبغي نسمع اخبار والزوينه. قلت ليها يا كي كتبغي علاش باغا تصفيها لي؟ ما بقيت فاهمه والو. وهي تقول انا من النوع اللي كان بغي غير راسي، وليت كنت طامعة فيه، ولكن من اللي وقع اللي وقع غير غدا ترجع ليه الذاكره وغير رجعني منين جيت.
داكشي علاش ساليت منه وبغيت نشوفه ميت. سمعتي؟ ميت. قلت ليها والبنت اللي دفنات؟ وهي تقول هاديك بنت الخدامة، اختك عطيناها براب الشبينات ليكم راها ما كتنفش. وانا نقول دابا حتى البوليس مشاو غالطين. قالت ايه ولكن ما غيطولوش باش يعرفوا الحقيقة. قلت ليها انتي مريضة؟ وهي تقول يلا بسلامة. خرجت وانا مشيت عند ليت. دقيت عليه وقال ادخل. قلت له بغيت نفكرك في دواك. قال شربته. اجي بغيت نهضر معاه. قلت الله يسمعنا اخبار الخير. وهو يقول دويت مع مراد على الخدمة في الشركة، كاينه شي مناقصة والوراق عندك. بقيت كنشوف. وهو يقول كاين شي مشكل؟ قلت له الوراق في خبر كان. وقف وزدحني مع الحيط كينهش وقال الا ما كانش في خبارك انا ما كنرحمش في الخدمة. بديت كنبكي وقلت له وانا مالي انت اللي قطعتيهم. قال قطعتهم. قلت له واحد النهار دخلتي للبيرو ديالك معصب وجبت ليك الملفات شديتيهم وقطعتيهم، داكشي علاش ما خاصكش تغوت عليا. قال ياك يلا صافي سير. ومشيت لبيتي ودخلت نعس. صباح فقت دوشت بالزربة، لبست وخرجت، لقيته موجد الفطور. قال جلسي. قلت له واخا. وهو يقول حلي هاد البواطه. حليتها وحدرت عيني. وهو يقول بغيتك في الحلال نكبروا بجوج ونولدوا وليدات يعمروا علينا، ما بغيتش نعيش معك في الحرام. قلت ليت انا. قاطعني وقال خليني نكمل، انا تفكرت كل شيء والوقفه ديالك معايا ما غنساهاش، واخا انت كيحساب ليك انا السبب في داكشي اللي وقع لاختك الله يرحمها. تفاجأت وقلت له امتى رجعت ليك الذاكرة؟ قال يلا هادي يومي. قلت له انا ما نقدرش. وهو يقول على قبل ملاك حيت انا السبب ياكي. قلت له ما فهمتيش، ملاك ما ماتتش علي، ملاك عايشة اختي باقة حية ما ماتتش. وبديت كنبكي. وهو يقول عارف باللي صعيب عليك تقبلي هاد الشي. قلت له ما فهمتيش، ديك راوين خطفاتها. وبديت كنعود ليه من الاول وإلا بغيت نحافظ على حياتها خاصك انت تموت. قال قتليني. قلت له واش تفطيتي؟ وهو يقول كيف ما هي زورات الموت ديال اختك زوري الموت ديالي. قلت ليه وكيفاش غندير ليها؟ وهو يقول انا غادي نشرح ليك. نقلت عليه وقلت له كان موت عليك وقابله نتزوج بيك. قال وقبل من هاد الشي خاصك تعرفي واحد الحاجة. قلت له اشنا هي؟ وهو يقول دارنا غير تبناوني حيت ما كيولدوش. اللي بغيت نقول انا اصلي ولد الخيرية. قلت له ومن بعد؟ انا ماشي فوقي في هذا الشيء، انت اللي كتهمني. عنقته وعيط ليت المراد وعلمه بالخطه. دوزنا النهار بخير مجمعين، كيعاود ليا على حياته وداك الشيء اللي دوزه، وحتى انا عاود ليه كل شيء. وصلت التمنية وجاو البوليس ومراد. قالوا لي البوليس بغيناك لالا تكوني طريقه في هضرتك وما تخليهاش تشك. قلت ليه واخا وهزيت التليفون وعيطت لها. قالت اهلا. وانا نقول راني درت اللي قلتي لي عليه. وهي تقول نتاكد وتوصلك الامان. قلت ما تبدايش تفلي عليا، صافي انا السيد قتلته اعطيني اختي الله يغبر ليك الشقف. قالت باش قتلتيه بعدا؟ قلت لها درت ليه السم في الماكله. قالت ايوا حيديه من تما لا يشدوك. قلت ليها لا السم ما كيبانش
غيبان بحلها سكتة قلبية وهي تقول الداوه ولا باقي. قلت يلا غيجي. قالت أنا جاية وغدا نتلقاك في الشارع ونعلمك من دابا نمشي حتى نشم ريحة الغدر. ما عمرك ما تحلمي تشوفي اختي. قلت لها واخا ولكن بغيت نسمع صوت اختي. وقطعات عليا. قال البوليسي حتى لهنا مزيان. قلت ليهم انا خايفة. شد لي ليت في ايدي وقال كل شي غادي يكون بخير. وهو يقول لي البوليسي ما توتريش غنكون قراب لك غير تشدي اختك في ايدك وغادي نلقيو عليها القبض. داز شوية الوقت ووقفت عليا بواحد الطوموبيل. قالت طلعي. طلعت وجلست وقلت لها فين اختي. وهي تقول دست من حدا الدار وبانت لي الدنيا عامرة بوليس ولومبيلونس ما توقعتش منك تديريها صدمتيني الصراحة. وانا نقول وفينا هي اختي. قالت شوفي موراك. بديت كنبكي حيت شفت ملاك حية ولقيتها سادة ليها فمها وربطها. هاد خيتي مسطلة اللي دايرة لهاد البنيتة الصغيرة هاد الحالة. حليت لي هادك الشي مسكينة لقيتها حالتها وبدات ملاك كتبكي وتلاحت من اللور لعندي كتبوس وتنخس. روان حطت لي الفردي على راسي وهي تقول يحساب ليك غدا نخليك تمشي بحال ليلى ما كاين والو. قلت ليها وانتي يحساب ليك غدا نقتل ليت على ودك. ها راكي غالطة حبيبة. تعصبات وهي تقول شاهدي. واللحظة اللي بغات تيري فيا خشيت ليها جنوي في كرشها ولويت ليها ايدها. هاد الشي تعلمته من ليت. النصائح ديالو فادوني سبحان الله. ديك الزعامة ما عرفتهاش منين جاتني. المهم قدرت ندافع على اختي وخليتها وهربت من الطوموبيل. وديك الامبولانس اللي جابو هزوها فيها. جا عندي ليت كيجري وقال واش انتي بخير. قلت له اه بخير ولكن مالك. قال طلعي للدار غتلقاي الطبيب تما. قلت وانت فين غادي. وهو يقول غادي نمشي للكوميسارية نشوف اش كاين. قلت له رد البال لراسك. وهكا طوينا الصفحة ديال روان. هي ما ماتتش وبحال اغلب النهايات كانت نهايتي سعيدة بفضل ربي. نحمدو ونشكرو على كل شيء. اما اختي ما لقينا عندها حتى شي مشكل وليت دارها بحال بنته. ودازت الايام وتزوجت انا وحبي وسافرنا وعشنا في كندا احلى حب مع احلى مدير. وهذه هي النهايه ديال قصتنا.